you بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. بقالنا فتره يعني نبحث عن المعاملات في القران الكريم وهي كثيره. وفقه المعاملات نتعامل ازاي مع الناس اللي حوالينا. النهارده وصلنا للايه رقم 19 في سوره لقمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فضلت الشيخ اشرف الفيل ازاي حضرتك وهذه الايه الكريمه فيها ثلاث اجزاء عايزين يعني نفهمهم يعني ايه اقصد في مشيك اقصد دي يعني قلل الخطوه ولا ايه الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين بعد لو تفكرنا في هذه الايه لوجدنا لو ان القران الكريم يراعي مشاعر الفاعل والمفعول الاثنين مع بعض يراعي مشاعر الفاعل والرائي الفاعل اللي بيشوفه فالقران الكريم بيبص في حته ثانيه خالص بعيد عن انظارنا كلها تماما انا راجل دلوقتي سليم معافى وهناك اخر عنده مشكله في رجله عنده كسر عنده مشكله في عرق النساء عنده مش عارف تخشونه في العظام لا يستطيع ان يتحرك او ان يسابقني او ان يسير مثلي فالقرآن بيقول له اقصد وحافظ على شعور ذلك الآخر اللي مش قادر يمشي العاجز اللي كده راعي مشاعره فاقصد في مشيك ادي معنى المعنى الثاني لو اعتبرنا ان المراد بالمشي هنا ليس مطلق المشي وانما مطلق التعامل او التفاعل آه يعني يعني اقصد في حياتك انت آه فكن مقتصدا في كل امورك فلا تكن في قرارتك سريعا جدا آه ولا بطيئا جدا آه وانما كن بين بين اقصد آه يعني انا لما اجي اصنع قرار آه ما اصنعش القرار لا بسرعه انا ده غلط ولا ببطء جديد فيفوتني حاجات كتيرة لا خليني الموضوع في كذا حاجه معنى الثالث لو انا مرتبط بموعد ومحتاج ان انا اروح الميعاد ده لكن خرجت متاخر فبيقول لي طيب خلاص اسرع لكن مع القصد يعني انا هركب عربيتي وهجري فممكن اجري 180 200 واخد بالك وممكن اجري 120 وممكن اجري 100 في كل الاحيان النتيجه واحده بس ايه الفرق ان انا لو خدت السرعه هزود تركيز عندي هحرق كتير هتعب اكتر تركيزي هيقل ممكن اعمل حوادث ممكن اضر بالاخرين ممكن ما اوصلش عشان كده طلعوا القاعده اللي بتقول اللي بيمشي على مهله بيوصل اللي بيمشي مم. بالراحه بيوصل طب واللي بيجري ما بيوصلش ما ممكن مم. في السكه ينتهي ادي واقصد في مشي في العجله في العجله فحتى لو انت متعجل فكن على ايه؟ على قصد مم يعني فاهم ومركز ومجمع كل موضوعاتك واقصد في مشيك في مشيك يعني أثناء وأنت جوه المشي نفسه إياك أن تتصرف بهذا النوع من التصرف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يأتي مسرعا إلى صلاته إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا امتى قالها لما كان ركع فجي واحد من اول الجامع جري جري راح الله اكبر اكبر <applause> وفضل يجري يجري لغايه ما وصل للصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا قال ابو بكر اسمه ابو بكر انا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ما تعود ما مت... تعملش كده تاني اه النهارده ما تعيدهاش متع... ولا تعد ده قراءة ولا تعد يعني ما تعدش الصلاة اه ولا تعد يعني ما ترجعش تعمل كده تاني ايوه ما تعدش اللي انت عملت عملته تاني أو أوه. تاني اه ما تعملوش تاني تمام كده النهارده الطب الحديث بيقول ان لما الواحد يجي يجري, يجري 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 ويقف مره واحده فجاه ويركع ممكن يجيله جلطه ممكن يحصل مش عارف ايه وده كلام انا سمعته من علماء الطب اللي هم مسؤولين عن القلب والحاجات دي فبيتكلموا في في المجالات دي فشوف بيقول لك شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني ربط حديث النبي عليه الصلاه والسلام بالفعل فما ينفعش تيجي تجري تجري وتروح ساجد مره واحده ده خطر جدا على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عشان كده القرآن بيقول وقصد في مشيك فقال بقى اذا اتيتم الصلاة فعليكم مم بالسكينة براحتك فما ادركتم فصلوا خلاص ادركت مع الامام خير وبركة طب وما فاتكم فاتموا خلاص يعني انت لو فاتك فاتك ركعتين تمها يا سيدي بعد آه. بعد الصلاه عادي ما فيهاش مشكله مش نهايه العالم مم. لانك انت لو ادركت حتى في التشهد فقد ادركت الجماعه مم. الا صلاه الجمعه مم. لابد ان تدرك ركوع الركعه الثانيه مم. والا فما ادركت الجمعه ده حكم ثاني طيب. مختلف يعني انا عايز اسال سؤال المشي بسرعه المشي بسرعه كنوع من النشاط هل ده يخالف امر؟ لا هنا ما قالوش واقصد في مشيتك. ركزي معايا في أوه مشيتك يبقى دي فعلا حاجه مم بيكلمك على الخطوات أوه يبقى خطواتك انت اللي بتقصد فيها. لا قال له في مشيك. يعني الصوره العامه للحال أوه بتاعك. أوه فكل حال ينفع اعمله على طريقته. لو انا ماشي التراك بجري فده حال المكان ده مخصص للناس تجري فيه مم تعمل فيه رياضه. صح ولا لأ أيوة. طيب لكن لو أنا في الشارع عادي طالع من بيتي رايح في حتة تانية مم. فأطلع أجري في قلب الناس كده ماشي في مول أفضل أجري في وسط الناس ماشي في سوق أفضل أجري فيبان إنت وأنت عمال تجري كده في السوق ده مش مكان جري فأنت لما تعمل ده فالحال ده لا ينطبق على المكان ده لكن لو أنت في النادي لو انت في التراك بتاعك مم. بتجري مم. خلاص حاله ينطبق علي هذا برضو اقصد فيه ايه المقصود بالقصد فيه انك انت مثلا ما يب... تزودهاش قوي ي... فيجيلك حاجه في قلبك مثلا يعني في في نبض معين بيقيسوه آه. من هنا وكذا عشان يعرفوا كميه الكذا طيب بقيت. اقصد دي زي الاقتصاد كده أيوة. ال... آه يعني, يعني... كن متوسطا لا مسرعا لشيء يضر بك ولا بطيئا لا تستفيد من مشيك ده لو انت بتجري رياضه اذا مشيك هنا في الايه دي قد تكون المشي وقد تكون السعي في الحياه او 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 الدنيا يعني آه منها قوله تعالى اه في سو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فاعملوا ايه؟ فامشوا في فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا آه هل المقصود بالمشي هنا نمشي يعني برجله؟ يعني ما طياره ما يركبش عربيه اه يعني اسعوا يعني اسعوا المقصود م. به السعي يبقى أقصد في مشيك اليكن سعيك سعيا مقتصدا طيب اغضب من صوتك دي انا انا تاملت فيها وحسيت كده ان انا ايه انا اللي اعرفه في غض البصر انه منعه يعني ان انا ما ابصش اصلا فطالما قال اغضب من صوتك مش ان انا ما اتكلمش يعني يعني ما عليش اذا هيفضل فيه صوت طب يعني هينطبق برضو على غض بصرك لانه برضو مش همش هغمض هيفضل فيه بص تهيألي صح كده؟ صح في المقارنه ما بين غض البصري وغض الصوتي اه دول حاجتين اه الأصل, بس نفس في الغد آه. الأصل في اللفظ الأصل في الغض هو للبصر أوه. أن تغض بصرك أوه. الأصل في الغض أن تغض بصرك أيوه. يعني إيه تغض بصرك يعني معناها تنظر فتع... أنت تعرف تحدد الجنس اللي قدامك ده راجل ده ست ده عورة ده مش عورة ده كذا لغاية كده انت بتشوف مجرد ما انت تأكدت أو تيقنت إن ده كذا أو كذا فانت عند ذلك تصرف نظرك عن ذلك الموطن فقط يعني ده كده اتجاه عورة شخص ظهر مثلا قدامي واحدة ست كذا واحد راجل واحد كذا حتى لو بعورة فخلاص فوانا ماشي كده خلاص انا بأحيده بنظري عنه ادي معنى اغضط مش بص في الارض لا اغضض يعني حيد بنظرك عنه ابعد عنه يعني مم. روح في الاتجاه الثاني واغضض من ايه آه آه ده, ده غض البصر أوه. تمام كده طيب والحاجه الثانيه من صوتك اه اغضض بقى من صوتك عايز يقولك انك انت لما تتكلم مع شخص وانت بتتكلم معاه بلاش تعمل حاجتين مم. بلاش تبص له بحلق له جامد بطريقه ترعبه او تخيفه او كذا او, أو تفحصه او تتفحصه أو, ت... او في نفس الوقت تشعره بانك انت غليظ بغلظه او بالكلام ده كله كل ده بتدي نفس المعاني ان انت بتبص على ابنك بتبص على بنتك بتبص على كذا على كذا يعني كل واحد يعني حسب النظر شوف القران جابها في لفظ واحد بس هي تشمل كل ده يعني انا مكلم بنتي مثلا فبلاش بقى ابص كده بحمقه شديده جدا واخوفها مني عشان كذا واروح معلي صوتي لا مش هينفع ده العادي بتاع بعض الامهات والأباط طبعا طبعا, طبعاً واخد بالك وانا واحد منهم ف <applause> 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 ولا واحد منهم ولا حاجه <applause> طيب <applause> في واخدت بقى من من, من غض البصر ايضا مم. انك انت حينما تتحدث مع انسان مثلا رجل يتحدث مع امراه مثلا فلا ينظر الا في موطن النظر يعني ينظر في عين الشخص أوه. مش يقعد يتفحص في في بقيه اجسام اجزاء جسمه بتاع لا 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 هذا صح ده اسمه غض البصر فانا شايف الشخص لكن مش شايف كل تقطيعه مش بدقق في كل المسائل آه. او في كل ادي كده الصوت بقى بيقول لي نفس المعنى لما بيقول لك اغضض من صوتك يعني آه. اعطي اه اخرج صوتا يتناسب مع سماع الحاضر اه يعني انا دلوقتي يسمعني انما اه, آه ما, ما صوتي قوي ولا ده. ولا ده. علي صوتي بس صوتي صوتي قوي ما هو ده برضو ممكن يخش في سكه ثانيه ما هو مش مطلوب ما هو لا مطلوب توطي صوتك قوي اه ولا مطلوب انك ترفع صوتك قوي انما يكون امر مغضوض يعني ايه مغضوض يعني يؤدي الغرض يعني أنا المفروض إن أوه. أنا بتكلم فأنتِ حضرتك سامعاني دلوقتي، فالمطلوب سماعك أنتِ بس. أوه. يبقى خلاص مش لازم بقى أقعد أصوت أسمع الناس اللي بعد 100 كيلو، لا ده مش كده، أو ما تكلمش بصوت عالي مرتفع جداً فيزعج الآخرين، مم. أو ما تكلمش عندي واحد بصحيه من النوم فاصوت في ودنه لان برضه ده ما ينفعش مم. انك تخش على ابنك او على بنتك او بتاع يلا الساعه بقت 8 الحقوا الكلام اللي بيعمله امهات الصبح ده كل يوم دي قصه كده كل يوم عليها خناقه يا جدعان الموضوع مش كده بالراحه تمام طيب يلا يا حبيبتي عشان الساعه بقت 7 يلا يا حبيبتي عشان المدرسه بالراحه خالص هتقوم وهتتحرك يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي اصحى يلا حبيبي اعمل كذا بالراحه بنفس الصوت لانك ايه لان هو نايم فأقل حركة من الصوت هتوصله هتزعجه فبلاش تعمل ده عشان ما تعملوش نوع من أنواع الإزعاج فالقرآن الكريم بيقول لك كأنك أنت بتكلم واحد اغضض يعني كأنك بتكلم واحد ملتصق بيك ساعات أنت بتشوف واحد فبتبص كده فهو فهو ملتصق بيك سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا مم عمر بن الخطاب لما ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل صوته مرتاح فالنبي سكت وده ادب مهم قوي نتعلمه لو ابني صوته عالي قوي زاد عن اللزوم ما ردش عليه خالص وطي <applause> صوتك لا خالص خالص ما ردش عليه فلما يجي يلاقيني سكت هيحس ان الموضوع فيه حاجه غلط ايه الغلط او لا صوتك أنا مش هرد عليك وصوتك عالي كده انا مش هعرف ارد عليك وصوتك. انا وطي انا مش هعرف ارد عليك وصوتك عالي كده لازم صوتك ينزل غير مم. كده مش هرد عليك وهكذا 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 هي دي طريقه تهدي الشخص اللي قدامك مم. مش مش تزيده انفعالا لا بتهديه فسيدنا عمر سيدنا ابو بكر اختلفوا مع بعض فصوتهم عالي قدام آه. سيدنا النبي صلى الله عليه فسكت آه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش ما ردش عليهم بقى وقال لهم صوتكم عالي وكذا خالص حتى نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي مم. صح ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. اه شوف يعني الادب القراني يعني ايه ولا تجهروا له؟ في رفع وفي جهر. اه رفع الصوت ان يكون صوتي اعلى من مستوى صوت السامع. ده اسمه رفع الصوت. ماشي, ماشي خلاص كده؟ ماشي انما الجهر بالكلام اه هو ان ينادي الشخص الاخر باسمه مجردا. مم يعني يعني اه ولا تجهروا تجهروا له بالقول يعني ما تقولوش يا محمد يا محمد اه أو فيش كده صح ما كده ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض احنا آه مع بعض زي بتقول ماشي بتقول يا عمر يا ابو كذا لكن آه انت لا لما تكلم النبي تقول له لا يا رسول الله آه فاهدى كده فتخيل لو آه هتكلم واحد تقول له يا رسول الله هتزعله يا رسول الله لا مش هيحصل انت اكيد هتقول له بقى زي واحد بيكلم ابوه مثلا او بيكلم أيه. يعني حد اكبر منه آه او مديره في العمل او قائده او كذا فالكلام دي, دي, دي الخيبه تعال. يعني تعليق الصوت حرام ايوه لا ممنوعه او ليست من اداب الاسلام نقدر نقول الكلام ده يبقى ولا ايه يبقى ادي مم. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سكت فلما نزلت الايه مم. كان ابو بكر اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كاخ السرار كان واحد بيقول له واحد كلمه سر مم. فيجي عند النبي يبص في الارض محرج ويقول له يا رسول الله الموضوع كذا وكذا بالراحه أيوه. كان سيدنا عمر طبيعه صوته عالي قوي لو اتكلم بهدوء فهو ده عالي يبقى مستوى الصوت مرتفع مم. فيقوم يتكلم ببحة بالسر كده آه كده حتى يقول له النبي ارفع صوتك آه. فلما النبي يقول له ارفع صوتك يبقى كانه خد الامر من النبي برفع الصوت فيرفع صوته فنزل قوله تعالى إيه. ان الذين يغضون اصواتهم آه. مش تعرف القران آه. مش يغضون ابصارهم يغضون اصواتهم عند آه. رسول الله عند شوف آه العندية يغضون آه أصواتهم عند, عند رسول, رسول الله. الله لم يقل في حضرة رسول الله وإنما قال عند رسول الله لأن الآية مستمرة إلى يوم القيامة يعني حتى آه إحنا حتى دلوقتي ما ينفعش في, في المسجد النبوي اللي بيحصل ده والناس تقعد تجري ومش عارف إيه لا 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 لا, لا كل ده مخالف للشرع طب إيه بقى؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند, عند رسول, رسول الله عند الله. أولئك ايه الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم دي ناس كويس ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اللي بيعملوا اصوات عاليه والضجيج وبتاع كده اكثرهم لا يعقلوا دي ناس عندهاش عقل في القران الكريم وهو بيعبر هذه التعبيرات يبقى واقصد في مشيكه واقصد اذن عشان بس في, في ناس تقولك ايه هنا قال إيه واخدد من صوتك وبعد كده إيه إيه إن الذين إيه. يغضون أصواتهم عند النبي داكن عند رسول الله يبقى كده في تضارب أو في لا خالص مفيش تضارب هو بيقول لغضب آه اغضوا من, من صوتك هناك إن الذين إيه يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر لهم مغفرة وأجر بيديك الجزاء م. بتاع بتاع المغفرة أيوة. أيوة. يبقى ادي واغضب من صوتك يبقى الأصل أن أوه. نحافظ على أن يكون الصوت هادئا أوه. وأن يكون الصوت على قدر مستوى سماع السامع جميل. إلا أن يكون أبا أو أما مم. فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته في مستوى صوت أبيه وأمه ولا أعلاهما الكسف دي دي مهم قوي كل أبنائنا خلي بالك مستوى صوتك ما ينفعش يبقى أعلى من باباك وأمك مم. ولا ينفع إن يبقى في مستواه يعني لازم أنت يكون صوتك أكثر أخفض ليه بقى و... اثر لما بيبقوا محتاجين حاجه بس نعم ينفع ايوه <applause> لما بيبقوا محتاجين حاجه اه يجي لك بقى بالراحه ينفع, ينفع, حضرتك بس انا عايز كذا يديني كذا آه. ينفع لكن كذا. لو مش عايز غير كده لا يصوت يو لما... اه يو اه نحن, نحن نحتاج نحن نحتاج نحن نحتاج ان نعلمهم آه. وان نتعلم صحيح. قبلهم صحيح. يعني محتاجين بالراحه بالحسنى كده نقعد مزبوط. نقول الكلام ده مره اتنين وتلاته طيب <applause> ان انكر الاصوات لصوت الحمير طبعا ده دخول مش عارفه يعني استغفر الله العظيم يا رب بس هل هو ملائم للنصيحه لماذا استخدام صوت الحمير بالتحديد وليه انكر الاصوات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه برضه هو الانكار مش معناه المقصد بذلك انه صوت منكر اي انه صوت عالي يعني مرتفع قد يؤثر على سماع السامع يعني الحمار لما بينهق <applause> وولد صغير نايم ايه اللي هيحصل اذاه اذاه بصوته صوته عالي فعلا صوته عالي وقد اذى غيره بهذا الصوت اه فبيقول لك اذا كان انت لا تملك انك انت تستمع هذا الصوت أوه. اللي انت بتنكره وبتنكر عليه ما هو الحمار مش هيوطي صوته أوه. ويفضل صوته عالي على طول أيوه. وكل ما هينهق مش هينهق بالطريقه دي مم. يعني مش شايف مره يقول ايه ايه ايه, إيه لا <applause> هو كل مره هيعمل نفس الحركه <applause> ونفس الطريقه فصوته مش هيرتاع كده يحصل الكلام أوه. ده فبيقول لك طيب خلاص لا تكن كالحمار كلما تحدثت ارتفع صوتك كهذا الحمار الذي ارتفع صوته طب عايز فبشح. اسالك سؤال تاني يقول لك لما الحمار بينهق انه شاف شيطان، الكلام ده هذا في حديث في ذلك، اننا إذا سمعنا إذا سمعنا نهيق الشيطان فعلينا أن نستعيذ بالله ونقول نهيق الشيطان ولا نهيق الحمار؟ أه نهيق الحمار قصدي. اه. فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان، فنقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا آه نص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بنستعيذ بالله من الشيطان، ليه؟ لأن لأن هذا الحمار رأى شيطانًا فحصل له نوع من أنواع النهيق أو نوع من أنواع الكلام ده كله. ايا كانت السبب في هذا الامر المهم هنا ان هذا الصوت مالوف ولا منكر لا مش حلو مش حلو منكر صح مم. مع ان في صوت الحصان جميل مع انه ممكن يساويه في الارتفاع صهيل بس صوته صهيل لان فيه بحه في حاجه كده منغمه جميله كده زي شكل الموسيقى انما الحمار لا ما عندوش الكلام ده مم. بيديها الصوت هو الصوت يفزع مم. اي انسان فاصبح شيئا منكرا فبقول زي ما انت بتنكر على الحمار صوته لانه مرتفع <مم> فحري بك الا ترفع صوتك الا ترفع صوتك, صوتك. اه يعني اذا ما انت مش عاجبك ده طب ما انت لما بتعمل كده بتبقى زيك زي الحمار ده أوه لما أوه. صوتك بيعلق زيك زي الحمار بالنسبه للسامع اه السامع بينزعج من صوتك وينزعج من ارتفاعه أوه. فالاصل الا يرفع الانسان صوته والا ينفعل هذه الانفعالات لانها انفعالات قد تؤدي بالانسان الى ما لا يحمد عقباه طيب هل هنا آه الآية القرآنية بشكلها العام كده تدينا معنى اخر وهو معنى التواضع نعم هو اصل معنى التواضع ده الايه دي آه أصل ليه معنى بقى التواضع؟ فهمت من ايه انه انه الموضوع فيه تواضع لانه برضو بعض التفاسير تقول واقصد في مشيك يعني تواضع في مشيك أيوة. لانه في خيلاء احيانا الناس تمشي بخيلاء او حاجه بس ده ايه علاقته بالايه الكريمه لو خدنا قصد في المشي على ان المشي مراد به حاله الشخص فده بيحصل كالتالي في واحد ما بيشتريش في الملابس إلا أعلى الماركات حلو كده هو بي ممكن يكون ده مستواه الاجتماعي العادي فبيبقى مش واخد باله ممكن يبقى لابس تشيرت بقد كده بس مش واخد باله بالكلام ده كله إنما في واحد بيعمل ده عشان يقصد بيه التعالي على من معه من أصحابه وده الشباب اللي بيعملوا أنه يريد أن يتعالي على صاحبه هذا ليس قصدا في المشي يبقى ده كده إيه ادى بك الى الايه الى التكبر انك انت هتتكبر وانك انت هتعمل ليه لان الصوره تؤثر في باطن الانسان الظاهر يؤثر على الباطن طبعا يعني انت لما تكون لابس بدله مبلغ وقدره او فستان بمبلغ وقدره في ثقه شويه فبتبقى في ثقه بالنفس شويه فبيديك نوع من انواع الغرور ممكن من قلبك م. بيعمل كده والكلام ده كله فبيقول له لا اقصد في مشيك بلاش تعمل كده يعني م. بدل ما تجيب البدله بمكذا انزل شويه وخليك في نفس مستوى المجتمع اللي انت موجود فيه آه. او الجماعه اللي انت رايح فيهم يعني اه فهنا المشي وهنا والصوت برضو يبقى واطي فكلها امور الصوت المنخفض تقترب من التواضع الصوت المنخفض, يعني؟ الصوت المنخفض هو صاحب التواضع واللين آه, اه هو صاحب التواضع قال الله عز وجل لنبيه ولو كنت فظا غليظ, غليظ القلب, القلب من حولك, حولك فاعف عنهم واستغفر لهم شوف آه بيامروا بالتواضع اعفوا عنهم استغفر لهم وكمان شاورهم في الأمر. في, الامر يعني انت هو في حد دماغه ممكن او عقله بقى افضل من عقل النبي صلى الله مستحيل لكن قال له لا شاورهم في العقل فشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله برضه م. فخد منه كل الصفات التي ممكن للانسان ان أوه. يسندها الى نفسه من عزه ومن قوه ومن فهم ومن عقل ومن كذا فخد أوه. منه كل ده طيب فالايه تدعو الى هل إيه. في احاديث تحث على التواضع؟ طبعا يا عباد في حديث النبي صلى الله يا عباد الله تواضعوا امر من النبي عليه الصلاه والسلام للناس ومن اليوم كلها كده بيقول لهم يا عباد الله تواضعوا يعني ده امر من النبي عليه الصلاه والسلام وكثير من من الاحداث التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على تواضع النبي عليه الصلاه والسلام ومنها لما جاءوا الاعرابي فجبذه من 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 رقبته كده وخدوا الهدوم وكده من هدومه كده وقال له احملني على من مالك فان احملني على بعير يعني ركبني حاجه من عندك واديني فلوس فانك لا تحملني لا من مالك ولا من مال ابيك <applause> فالنبي عليه الصلاه رد قال له نعم فالصحابه زعلانين قالوا زعلانين ليه؟ المال مال ومال الله <applause> هو راجل ما يغلطش المال مال ومال الله فاداله قال له خد اراضيت قال له لا ما رضيت ده راجل قال ده بقى, بقى. فالنبي عليه الصلاه حس ان الصحابه هيأذوه فخده راح بالبيت وراح مزوده في العطيه قال له اراضيت قال نعم رضيت وجزاك الله من اهل معشرات خيرا يا رسول الله قال له طب بس بعد اذنك تعالى عند اصحابي قول لهم الكلمتين دول فدخل قدام النبي قال لهم ان صاحبكم زعم انه رضي حينما زدناه في العطيه قالوا نعم وجزاك الله من اهل وعشيره الخير فالنبي صلى الله بسبب هذه اللحظه اللقطه من التواضع قال لهم لو اني تركتكم لقتلتموه ودخل النار لو النبي خد في نفسه بقى انت عرفت بتكلم مين ده انا فلان ده انا وانا وانا والانا تعلى فالعمليه هتبوظ جدا وهيبقى في بقى ناس مؤيدين للنبي وناس معارضين ودي حصلت مع النبي مم. عليه الصلاه والسلام نفسه لما راح لواحد اسمه عبد الله بن ابي وكان من كبير المنافقين وراح رد على النبي وقال له لا, لا نتنوا انت يعني جيتنا بحمار الحمار بتاعك كده في نتانه وكذا فواحد من انصار النبي رد على عبد الله بن أبي قال له لا حمار رسول الله افضل منك فالتانيين ردوا على بعضه كده 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 فالنبي بص قال لهم دعوها فانها منتنه دي 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 فتنه ودي كذا شوف ده تواضع النبي عليه الصلاه والسلام لكن لو قال له لا ده انت تستاهل عشان انت مش عارف انت بتكلم مين كان الموضوع كبير وكانوا تقاتلوا وكانت القصه بقت كبيره طيب هو. سؤال اخير بقى هو ابليس مشرك ولا آه موحد لا كافر لا مش موحد موحد فين هو كفر يعني خرج عن خرج عن خرج عن هو كان موحد هو هو بس ما سجدش للانسان والكده لانه لا مش للانسان لامر الله آه لا اه هو مست... يعني ما نفذش امر الله اه لم ينفذ لكنه أمر الله. عاصي ولا كافر لا، ومشرك كافر, كافر. خلاص كده كفر مم. لا مش مشرك هو عشان كانت. يقال انه أصل ابليس موحد بالله بس هو أم... بس ما, ما نفذش امره لا لا كان من الطائعين كان بي كان مع الطاعين في الارض فرفع الى السماء مم. بعدين لما رفع الى السماء وامر بالسجود فلم يسجد فقد كفر اي خرج عن امر الله عز وجل مم. لان الامر ما فيش فيه وساطه يعني مم. احنا مثلا آه. احنا جالنا عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام في وسطه بيننا وبين ربنا مظبوط كده لكن ابليس لا ده مباشر بيكلمه ربنا اللي آه. بيكلمهم مباشر آه. اسجدوا اسقا ربك اني خالقهم مباشر فاذا خلقت فاذا سويتوه فقعوا له ساجدين ده آه. امر فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس آه خلاص هو ده اللي م. ما سجدش خلاص ده أصبح من الكافرين م. يبقى كده كفر بأمر الله عز وجل أي ستر على الأمر غطى عليه كأني ما فيش كأنه كأنه ما سمعش حاجة عارف تقول لابنك حاجة وكأنه ما سمعش ولا م. بيعبر ولا بكذا فده هذا اسمه كفر فده أدم فإذا إبليس كافر وهذا هو الأصل في هذه المسألة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أشرف الفيل عندنا فاصل قصير ونعود مشاهدينا مره ثانيه في سوره لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم فضلت الشيخ مصطفى فتح المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية ازاي حضرتك اهلا وسهلا ومرحبا واشرح لنا هذه الآية الكريمة لو تكرمت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق الناس وأدخل الناس جميعا في كل المجالات وطلب منهم ان هم بجانب فعل الخيرات ان هم يعملوا حسابهم ان في يوم حساب ويوم القيامة كل حاجة قدموها في دنيتهم لازم يشوفوها بالسلب أو بالإيجاب فربنا سبحانه وتعالى بيدي الإنذار وهم ما زالوا في الدنيا أني أنا مش عايز أشوفكم في موقف محرج يوم القيامة فيجب أن تخشوا أن يوم القيامة لأنه يوم اسمه الزلزلة يوم اسمه الحق يوم كل يعني نسأل الله العفو والعافية في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم مش هينفعك ابنك اللي انت بتدلعه مش هينفعك ابنك اللي انت ما بتخلوش يصلي مش هينفعك ابنك اللي هو بياخد فلوسك اللي انت بتبقى عايز تعمل فيها خير لوجه الله فيقول لك لا ادي لابنك وبلاش وجه الله عشان هو أولى وانت ما تعرفش ان الحاجه اللي بتسترسب من بين ايديك دي هتيجي يوم القيامه هيحاسبك أيوة. ربنا على القطمير، القطمير دي هي الورقه اللي موجوده الخفيفه قوي دي أيوة. بين النواة التمر وبين البلحه نفسها، تخيلي أيوة. دي هتتحط في الميزان أيوة. لان اليوم دوت ما حدش هينفع حد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إيه ده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد واقف لوحده زي ما بيقولوا أو علمونا أمهاتنا كل واحد هيتعلق من عرقوبه مم. كل واحد هيتحاسب لذلك ربنا بي يعني سبحانه وتعالى ربنا خلق لنا الخير ودنا دوت وهديناه النجدين الخير والشر ومع ذلك ربنا قال لنا خدوا بالكم عشان اليوم ده عظيم اليوم ده شديد قوي 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 على كل واحد استهان بهذا اليوم في الدنيا هيجي يوم القيامة وهيشوف حاجات مش كويسة لذلك عليك أن تقدم لنفسك تقدم لمن حولك، تعلم من حولك ايه هو الخير مش قادر تعمله علمه للناس ازاي يعملوه وتيجي يوم القيامة ربنا مش هيسألك انت قدمت ايه؟ لأ هيقول لك عملت خير ودليت عليه مم. ولا لأ. مم. ولا يغرنكم بالله الغرور. اه ربنا كريم انا مش بصلي لكن قلب ابيض. اه أنا كنت بنصح الناس ما يتصدقوش لأن أنا عارف إن المواضيع دي ما بتوصلش للناس، أنت معاك دليل؟ النبي خد الصحابي كده وطلعه في الشارع كده في الطريق وقال له انظروا إلى الشمس فنظر، قال أن تنظر إلى الشمس؟ قال له اه طب شايفها؟ طيب أنت هتشهد زي ما أنت شايف الشمس كده هتشهد نفس الشهادة زي ما انت شايف الشمس مم. قال لا اشهد يا رسول الله لان الموضوع مش واضح قدامي مم. فانت بتفتي وعمال تقول لي للناس اوعى تروحوا اوعى تعملوا اوعى وعمال تنصح يعني حضرتك تتحدث عن بعض الفتاوى اللي خرجت انه الصدقه الجاريه لا تذهب للاموات آه. وانك يعني الاحرى بك ان انت تعمل الصدقه بنفسك آه. وبالتالي الفتوى دي منعت خير في الاخر صح. هو خير كان هيتعمل صح. فاحنا منعناه صح. ليه يعني توصل او ما توصلش دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى فانا طبعا. في الاخر انا بمنع واحد ان هو يعمل خير عشان بقول له لا مين قال لك انها توصل لابوك مش هتوصل له فهيوقف طبعا. مش هيعمل طبعا. طب احنا استفدنا ايه طبعا. فهي الفكره في كده ان احنا ما نمنعش خير طالما خير هيتعمل توصل او ما توصلش مش بتاعه مخلوق هي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل 55 سنة من قرية تبع مركز إتصا محافظة الفيوم قبل ما الجامعية تدخل تعمل حاجة في البيت أنا ما كانش عندي بيت أنا كان عندي قطعة أرض وكنت بنام أنا وولادي وبناتي الشباب كنا بننام في الشارع بصراحة فجت الجمعية ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم عنا خير بنالنا البيت وعقدوه وما لنا مطفل وعشرة وما كنتش أتوقع كده أبداً المفاجأة الكبيرة بقى إن فوجئت إن حد بيقول لهم جايبين لك فرش، أنا فرحانة 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 وفرحة بنات الدنيا قد الدنيا كلها النهارده. إن إحنا جانا الفرش البيت اتبنى وجانا الفرش وبلطولنا البيت وعملوا السقف وعطولنا البيت يعني حاجات جميلة بصراحة ما كنتش متوقع أو أتخيل أو أظن أصلا في يوم من الأيام إن أنا هقعد في بيت كده بصراحة يعني. جاتني أوضة نوم بسريرين وجانا قعدت يعني انتري وجاتنا ثلاجة وجاتنا غسالة وجاء كل حاجة بصراحة ومفارش للسرير جاتنا كل حاجة فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو شخص لي الجمعيه ديت وجاتني وسترتني وسطرت بناتي هنشرب ميه ساقعه وهن اي حاجه هنحطها تسقح كده الغساله نغسل عليها كنت بحط الطشت كده اهو وكنت بقعد احك على ايديا الغسيل واقعد طول النهار وانا مركبه مسامير في ظهري وشرايح فكنت بتعب بصراحة لا 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 مش هننام على الأرض تاني الحمد لله ما خلاص بقى البر والتقوى خلتنا بقى أن احنا هننام على سرير وتلاجة ومية ساقعة وغسالة ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في ميزان حسناتهم أزغرت بقى لذيذة لذة فرحانة يا حبيبي ربنا يفرحها ويفرح الناس اللي فرحتها يا رب رب طبعا طبعا من فضل الله تبارك وتعالى احنا بنقول جماعة البر والتقوى بتقول آآ آآ رسالة موجهة دلوقتي لكل الأحباب المتصدقين والمزكين احنا رحنا لقينا البيت على الارض او قطعه ارض مش واحد بس ده أكتر من بيت احنا بنجيب نموذج قدامنا فقامت الجمعيه برفع البيت من فضل الله تبارك وتعالى وزي ما احنا شايفين العفش ما شاء الله 90% منه او 80% عفش جديد فاحنا دلوقتي بنقول طيب احنا بدل ما نشتري كله جديد فاحنا في حاجه اسمها الهدايا العينيه مش هنقول ان هي التبرعات العينية لكن أنا بقول لحضرتك هذه أسرة كنبة وكرسيين وتبقى هدية تأتي يوم القيامة ربنا يرد لك الهدية بتاعتك وعطاءك أنت لوجه الله سبحانه وتعالى لا تعلم عطاء الله لك هيكون عامل إزاي ربنا سبحانه وتعالى يدهشك سبحانه وتعالى طبعا. يوم القيامة لأنه هو الخالق وهو اللي عامل كل حاجة مم. لذلك أخرج ما في بيتك أخرج لوجه الله تبارك وتعالى عايزين هدايا عينية كتيرة إن كانت تلاجات مستعملة إن كانت غسالات إن كان يعني شوفي احنا أنتريهات، أنتريهات. مراتب بالزبط. كراسي صفر أي يعني أي حاجة شرميزة. موجودة زيادة في البيت تعالي كده حضرتك لمده شهر وشوفي كم طقم موجود في البيت انت ما بتستخدميهمش طب خرجهم لله كل يعني نسيج خيط موجود في في الملابس دي رايحه لهؤلاء الناس تسترهم وتسترك انت يوم القيامه وفي الدنيا وتعمل حاجات طيبه ما حدش عارف أي نعمة في الدنيا يعني الناس لما نقول كده إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا وأحببنا الفردوس الأعلى من فضل الله تبارك وتعالى وإحنا قاعدين في الجنة كده يقول له إيه واحد يكلم تاني يقول له هو انت فاكر اليوم اللي ربنا تاب عليك فيه و و واكرمك وكتب لك الفردوس ودخلت ال الجنه يقول له اه طبعا لان في ايه وكشفنا عنك غطاءك فبصرك, فبصرك اليوم, حديد. اليوم حديد تخيلي حضرتك يقول له ايوه في اليوم الفلاني انا تبرعت ب بكرسي وكان الكرسي دوت عندي في البيت وانا خرجت لوجه الله وقعد عليه راجل كبير السن وكل ما كان يقعد كان يدعي لي بظهر الغيب وهو اصلا في اسوان او في الصعيد ولا شفت ولا شافني وكان سبب استجابه الدعاء ان ربنا اكرمني بدات اصدق اصلي وبدات ازكي وبدات اتصدق وبدات اعمل خير كتير ما كنتش بعمله بفضل دعوه وانا كرسي كان زايد عندي ملوش اي قيمه لكن هو ده اللي ربنا ركز لك عليه علشان ياخدك من مكان يوديك في مكان تاني لذلك الهدايا العينية واحنا داخلين طبعا الدراسه بتشمل حاجات كتير قوي قوي بتشمل ان احنا لو عندنا شنط حتى مدارس نبعتها لابنائنا اللي موجودين لو عندنا في كل شنطه حطينا شويه كشاكيل شويه اقلام داخلين برضو موسم المدارس نفس الحكايه مم. عايزين الهدايا العينيه عشان نستر اليتامى نستر بناتنا اللي هم محتاجين ان هم يتزوجوا ان هم كذا شايفين احنا الهدايا الست هنا احنا جبنا في التوقيت في تلاجة رحنا واتجددت وبقت زي الفل وشغالة واتعمل عليها تيست في الجمعية بحيث ان هي يبقى سليمة تبقى سليمة طب ما فيش غساله في الوقت ده مم. الست بتمد ايديها وبتطلع شهاده الضمان ان مم. الغساله جديده اذا يبقى احنا بنجيب من هنا ومن هنا فاحنا عايزين الهدايا ديت الزائده عن البيت أيوه. اللي بدل ما ندور على شقه واسعه عشان نحط فيها الكراكيب <applause> احنا عايزين نشيل الكراكيب من البيت وهنجد ان شاء الله لان فعل الخير والصدقات جوه البيوت بيوسع البيوت على اهلها ويدخل الملائكه ويخرج الشياطين ويحافظ على البيت من فضل الله تبارك وتعالى اسال الله ان يحفظنا جميعا يا رب العالمين امين يا رب نروح نشوف تقرير اخر ونرجع نكمل احنا موجودين النهارده في قريه المنايف تبع محافظه الاسماعيليه عشان الناس هنا بتعاني معاناه من قله ميه الشرب اكتر من 300 بيت او 350 بيت ما فيش ميه وما فيش خطوط ميه ولا ميه شرب حلوه ولا اي ميه والمنطقه واسعه اساسا المنايف منطقه واسعه مش يعني عزبه واحده ده اكتر من خمس ست عزب في المنطقه دي اللي ورانا ديت بيكو... كله بيعاني طبعا ما فيش خط ميه اساسا اقل شيء يعني بنطالب بيه ميه الشرب تصلنا بجمعية البر والتقوى اللي هو الاعلان اللي بيجي في التلفزيون فمشكورين ردوا علينا وتواصلوا معانا من ف... والحمد لله يعني يجوا وهينفذوا المحطة ولبوا الطلب بتاعنا الحمد لله آه بيعملوا محطة تحلية مياه الشرب وهم بيصبوا في الأوضة النهارده جمعية البر والتقوى واحنا نشكرهم على المجهود اللي هم بازلينه ساعة ما اتصلنا عليهم ما خدتش وقت يعني والحمد لله يجوا لبوا واحنا الناس هنا الفرحة مش سايعاها الصراحة من هيشربوا ميه نظيفه وببلاش ومع من غير اي تكلفه وربنا يصلح حال جمعيه البر والتقوى يعني هتاخد ثواب كبير كبير في الناس اللي هنا اكتر من 300 بيت وكذا عزبه ان شاء الله احنا بنحلم باليوم اللي المحطه تخلص فيه عشان توفروا لنا ميه الشرب تبقى قريبه مننا ان شاء الله. واحنا مستنين اليوم اللي هتتفتح فيه ان شاء الله المحطه ديت وتخدم الناس كل الناس اللي موجودين هنا. الف شكر لجمعيه البر والتقوى. محطات التحليه منتشره في كل جمهوريه مصر العربيه بتخدم عدد كبير جدا من الناس المحطه تقريبا تخدم كام نسمه جمعيه آه جماعة والطاقه بتعمل كذا حجم للمحطات مم. مم. فيه 4 في أربعة في أربعة وفي خمسة في خمسة متر يعني آه آه. وفي المحطات اللي هي ما شاء الله وصلت لغايه سيناء من فضل الله 30 لتر يعني بتعمل حوالي 10 في 10 محطه بتكفي لحوالي ثلاث اربع قوره من فضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا سيناء مترامية الاطراف فكميه هائله جدا جدا من المساحات الشاسعه فاحنا محتاجين فيها كميه كبيره جدا جدا من محطات التحليه <applause> محطه التحليه هي محطه عباره عن رفع المياه من الارض ودي طبعا في المناطق الصحراويه حتى بالاخص بيكون محتاجين ان احنا نحفر لامطار في العمق كبيره قوي عشان نقدر نجيب فرع المية الحلو في النيل او المياه اللي ماشيه في الارض فدي بتحتاج اضعاف اضعاف التكلفه لغايه ما نوصل لغايه 100 متر لغايه ما نعمل رفع المياه بعد رفع المياه بتتعمل تحليل ليها بيتعمل فيها تحليل في شركه التحليه نفسها أيوة. يبقى انا رفعت بمواتير وبعدين عملت عمليه تقطير للمياه او عمليه تحليه للمياه وتعقيم للمياه مم. ثم بعد ذلك نقلها في تنكات كبيره من فضل ربنا سبحانه وتعالى وثم بعد ذلك ياتي دور الحنفيات اللي بتتفتح والناس اللي بتشرب والارض اللي بتتزرع من فضل الله بسبب هذه المياه لذلك هي الميه انا بعتبرها من احياها فكانما احيا الناس جميعا بعتبر ان محطة التحلية اللي بتتعمل هي بتحيي الناس في إطعامهم وفي صحائهم. وفي حاجة مهمة جدا وهي انه بيطلع بقى موضوع المياه الملوثة او انها ممكن تعمل فشل كلوي او كذا، المحطات دي بتحلي المياه بمعنى انه المياه بتكون نقيه تماما وصالحه للشرب بالظبط وخلاص هي بالفلاتر بكل حاجه نعم. المحطه دي نعم. بيتعمل لها فلاتر بيكون في عقد بين الجمعيه وبين الشركه نفسها المصممه واللي هي معاها الاجهزه وبتيجي يعني بيجي مثلا كميه كراتين كبيره محطوط فيها فلاتر لمده مثلا سنتين بتتحط في بيت قريب من المكان وحد بيكون هو اللي معاه جهاز اللي هو بيقيس مدى نقاء الميه وبيكون في عمليه دائمه مستديمه كل يومين ثلاثه ياخد تشيك كده بالجهاز علشان يشوف مدى نقاء الميه اللي طالعه وبعد كده عمليه الفلاتر طبعا معروف ان التعقيم بيكون في فلاتر بتبقى كل ثلاث شهور وفي فلاتر نوعيه زي البيوت عندنا احنا كل ستة شهور طريقه آه ودي دي الأسقف بقى ده, مم. ده هو بيرش طبقة مم. أسمنتية مم. فوق السقف علشان برضو يبقى فيه المكان لان في اجهزه غاليه جدا موجوده آه. داخل المكان فلازم يعني ده بناء محطه؟ اه نا. ده بناء محطه اه, آه. آه. فطريقه بناء, بناء المحطه لسه بنتفرج آه. عليها فدي بالنسبه له هو بيحط اسمنت في في الاسقف بعد ما يحط الحديد من فضل ربنا سبحانه وتعالى عايز اقول ان الميه بعد كده او الشكل النهائي بعد كده ان احنا ان اي حد بيكون تبرع بيتحط له باسمه باسم الشخص نفسه او باسم الـ يعني الام مثلا يعني معنا مثلا الحاجة سهام دي اتصلت علينا وكلمت معنا قالت لي انا ابني عاصم في كرب فانا عايز اعمل معاه احفر ميه اتكلم في ميه عايز اعمل له نخله لوجه الله عشان ربنا يفرج كربه شوف حب الام وهي اللي بتجري على ابنها لان ايات وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وصنحنا على الوالدين ما الاباء والامهات على اولادهم لذلك هي بالفطره نفسها ابنها يطلع من المشكله فبتدعي له فبتقولي بجانب الدعاء انا هتصدق والساده المشاهدين يدعوا لابني ان ربنا يرزقه ان شاء الله الخير ويبعد عن المشكله، شوفي حضرتك الناس بتتعامل مع ربنا ازاي؟ انا عايز اسقي الناس ميه عشان ابني، انا عايز استر الناس علشان بنتي، انا عايز شوفي الفهم جاي ازاي؟ وهي دي العلاقه اللي دايما كلنا بنتكلم عنها وحضرتك دايما بتشيري الجروبات المحبه وجروبات الصداقه ما تكفيش بس ان احنا نبعت لبعض بوست صباح الخير وآيه لا يا جماعه احنا مع بعض كجروب 250 300 واحد يلا يا جماعه لو كل واحد فينا ده مبلغ صغير هنعمل سهم ويبقى الجروب مكتوب زي مثلا في الازهر عندنا جروب المتصدقين لله تبارك وتعالى جمع من المعلمين وجمع من الناس الطيبين بس انا اهيب الناس ان هم يحطوا الفلوس مش لاشخاص لانه يعني احنا بنحطها في حاجه زي الجمعيات الخيريه اللي هي يعني معتمده واللي عليها مراقبه واللي كده لانه انا ما اعرفش الجروبات ممكن حد يطلع في النص كده ويلم تبرعات انا ما اعرفش مهما كنا واثقين او او الناس دي كده انا ما اعرفش حتى ما حدش ضامن عمره نعم. عشان كده انا كشخص عادي انا ما اخدش في ايدي اخد في ايدي ليه وانا ضامنه كمان ثانيه انا هيحصل ايه يعني انقى بالناس ان هي تروح تبعت فلوس لحد وخلاص لا احنا بندي ل... ل... لناس معتمدين هم شغلتهم ده ده شغله نعم وهو ده اللي بيتابع بي... 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 يعني مثلا انا من الازهر ولا الاصدقاء وهم بيتواصلوا معايا ويلا نعمل بيه وعملوا حوالي اربع ابار باسم الجروبات بتاعتنا وبيبعتوا للناس ناس كتير قوي حتى في بداية الزواج وبداية شهر العسل والشباب اللي بيعملوا بداية عمر جديد في حياتهم بيحبوا يبدأوا حياتهم بصدقة نعمل نخلة نغرس نخلة في الأرض مم. والنخلة دي تكون لينا ظل علينا في حياتنا الدنيوية ويوم القيامة ربنا يسعد بيها ونسعد بيها كلنا ربنا يتقبل يا رب بشكر يا رب. حضرتك شكرا جزيلا لفضيله الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة اشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله